طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم إن شاء الله الدكتور فيروز عوض الكريم صالح، كلية القانون، جامعة شندي، أستاذ مساعد. حكون معكم إن شاء الله في مادة الصياغة القانونية. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. طيب، نبدأ إن شاء الله، نخش في الموضوع المادة إن شاء الله. طبعا يا جماعة كلنا يعني نعلم تماما إنه المنظومة التشريعية لأي دولة من الدول بتأثر تأثير مباشر على كافة مناحي الحياة، سواء كانت سلبا أو إيجابا. فإذا وجدنا إنه هذه التشريعات هي تتميز بالدقة والوضوح، بينعكس ذلك مباشرة على أسلوب التطبيق العملي لهذه التشريعات والقوانين على واقعنا مع حركة الحياة اليومية. طيب، ونجد إنه الصياغة القانونية مهمة جدا. يعني نحن لو جينا ننظر لأهمية دراسة المادة بنلقى إنه الصياغة القانونية عندها أهمية بالغة جدا في بناء النظام القانوني في كل دولة من الدول، وبتظهر لنا هذه الأهمية في الوظائف التي تنهض بها القواعد القانونية. لأنه يا جماعة كلنا نعلم إنه القواعد القانونية مهمة جدا في عملية تنظيم العلاقات في المجتمع وقدرتها على التطور والتكيف مع كافة المتغيرات التي تحيط بالمجتمع. وتملي هذه الأهمية على صانعي الصياغة ضرورة إعطائها اهتمام كبير، لأنها بتساعدنا على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لصياغة جيدة يعني تحمل أهداف المجتمع وقيمه. فلو لقينا إنه هذه التشريعات يعني هي فيها إشكالية، يعني معقدة أو قامضة أو هي ما واضحة بالنسبة لنا، أكيد بيكون لها أثر سلبي جدا على تطور المجتمع، وطبعا بتوقف تطوره على تطور الجانب القانوني وتقدمه. ففي النهاية هذا يؤدي إلى اضطراب في حركة الحياة وانزعاج المتعاملين مع هذه القواعد التشريعية. وتتطلب الصياغة القانونية المعرفة التامة بعلم أصول الفقه الإسلامي، خاصة المباحث اللغوية والحكم الشرعي، لأنه دي من ضروريات الصياغة القانونية أو من متطلباتها الأساسية. ده بيساعدنا على إنه نحن نخرج من العيوب الممكن تلازم القانون إذا كان في خطأ في القانون أو في غموض أو في نقص أو في مشكلة في تفسير القانون، لأنه الصياغة الشرعية ما بتوجد فيها مثل هذه الأخطاء. فبتساعدنا على مسألة القوانين ودقة اختيار ألفاظها ومرونة المصادر التي تضمن لها الكمال. لذلك يجب الاهتمام بالصياغة القانونية وربطها بالأصول الشرعية، يعني لأنه نحن قبل شوية قلنا إنه لابد من إنه نربط الصياغة القانونية بالأصول الشرعية، لأنها بتطلعنا من مسألة الأخطاء والنقص وغيره. فهي مادة مستقلة وقائمة بذاتها، وهي مادة من المواد الأساسية لكليات القانون. لتحسين الصياغة القانونية واستحداث أساليبها لابد من التوجه إلى الجانب العملي مع الجانب الأكاديمي بعمل دراسة لنيل شهادة وطنية في تحديد النصوص القانونية وصياغتها بصورة أساسية. مادة الصياغة القانونية أو مقرر الصياغة القانونية حنتناول فيه جوانب معينة أو موضوعات معينة، نحن حنقولها بصورة عامة حتى تقدر تعرف الموضوعات المقررة علينا في المادة دي، حتى بعد ذلك نجي نبدأ الكلام عنها بصورة تفصيلية. الموضوعات المهمة في المادة دي، أولا عندنا موضوع مفهوم لغة القانون،
2 أنواع الكتابة القانونية، 3 الأصول الشرعية للصياغة القانونية، 4 تعريف صياغة التشريع، 5 الدور التشريعي للنواب، 6 صناعة التشريع، 7 عيوب التشريع، 8 السمات الشكلية أو المميزات الأساسية للوثيقة القانونية. تسعة أنواع الصياغة القانونية، 10 ضوابط اختيار ألفاظ الصياغة، 11 القواعد المؤثرة على محتويات التشريع، 12 مؤهلات ومهارات صايغ التشريع، 13 سمات الصياغة التشريعية الجيدة، 14 الصياغة القانونية للمعاهدات الدولية، 15 الصياغة القانونية لمشروعات القوانين. ستاشر الصياغة القانونية للنظم واللوائح، 17 الصياغة القانونية للعقود، 18 الصياغة القانونية للدعاوى القضائية، 19 الصياغة القانونية للمذكرات الرسمية، و20 الصياغة القانونية للأحكام. ده فيما يتعلق بالموضوعات المقررة اللي حنتناولها إن شاء الله بصورة تفصيلية في المحاضرات القادمة. بالنسبة للمراجع اللي ممكن الناس تسترشد بها، عندنا عدد من الكتب اللي ممكن الناس ترجع لها وتستعين بها. واحد عندنا أصول الصياغة القانونية محمود محمد علي الصبرة، الصياغة التشريعية عبد الحافظ عبد العزيز، المرشد للصياغة التشريعية إدارة التشريع ديوان النائب العام، تقييم التشريعات دليل إرشادي للمشرعين روبرت سيد ماء. دلالة الألفاظ وأثرها في تفسير النصوص القانونية عباس سليمان علوب، المواضيع المنشورة في المجلات القانونية المحكمة، المواقع والمدونات والمنتديات الإلكترونية المتعلقة بالصياغة القانونية. مادة الصياغة القانونية يا جماعة بنلقاها من المواد المهمة جدا، زي ما عرفنا قبل في المقدمة إنها بتساعدنا كثير في مجال التشريعات القانونية، لذلك لابد من أن نتطرق لأهداف المادة، وعندنا مجموعة من الأهداف لمادة الصياغة القانونية، منها أولا تزويد الطالب بالمعرفة الأساسية والمتقدمة بمواضيع الصياغة التشريعية ومبادئها ومصادرها وتطورها التاريخي، تزويد الطالب بكثير من المهارات الذهنية والعلمية اللي ممكن يستفيد منها الطالب في دراسته النظرية، وتمكن الطالب من حل مشاكل الصياغة الواقعية أو المفترضة، تطوير قدرات الطلاب في كتابة البحوث القانونية النظرية والتطبيقية. ويمكن يا جماعة يعني في حاجات كثيرة أو في إشكاليات يعني بتواجه كثير من الطلاب فيما يتعلق بكتابة البحوث القانونية، مادة الصياغة القانونية يعني أو الصياغة هي من أكثر الأشياء ممكن يستعينوا بها الطلاب لمعرفة طريقة كتابة البحوث القانونية النظرية والتطبيقية ذات الصلة، واستخدام مصادر التعلم والتقنية الحديثة، تعلم مبادئ وأسس الصياغة التشريعية الجيدة. اكتساب مهارات الصياغة التشريعية، يمكن بنستفيد من هذه المهارات في تطوير قدرة الطلاب على المقدرة على صياغة مشروعات القوانين، التعرف على أهم الجوانب الفنية لصياغة مقترحات ومشاريع القوانين، القدرة على دراسة وتحليل مواطن القمود والتعارض والالتباس في مشروعات القوانين، تعلم نظرية الصياغة التشريعية ومنهجها ومعرفة أساليبها، القدرة على تقييم التقسيم الكلي لمشروع القانون أو الخطة التشريعية.
هذا ما يتعلق بأهداف مادة الصياغة القانونية، والتي بعدها يفترض أنه يكون الطالب يعني قدر على أنه يصهر المعرفة المتقدمة بصياغة النصوص التشريعية المختلفة والاتفاقيات الدولية، قدر يعرف كيفية تطبيق المعرفة النظرية على الحالات الواقعية العملية، وكيف يقدر يتعامل مع جميع أنواع الكتابة القانونية، يعرف البحث في التشريعات القانونية ومصادرها المختلفة لاستخراج المعلومات التي تدعم وتساعد في عملية الصياغة وأداء المهارات، بناء الجدل القانوني والتعامل الأمثل مع الفرضيات القانونية المنطقية في ظل ظروف ومعطيات محددة. استخدام المكتبة الإلكترونية والورقية ومهارات التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والمصادر العلمية الأخرى والاستفادة منها في التعرف على أساليب الصياغة الجيدة. كذلك يفترض أن يكون الطالب قدر يكون ملم بالتشريعات والأحكام والآراء والاجتهادات ذات العلاقة بالصياغة. الإعداد المسبق لأداء المهام وإدارة الوقت بدقة وبدرجة من المسؤولية والاستفادة من التغذية الراجعة عن الإدارات المختصة بالصياغة. استخدام المكتبة الإلكترونية والورقية ومهارات التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والمصادر العلمية الأخرى. الإلمام بالتشريعات والأحكام والآراء والاجتهادات ذات العلاقة بالصياغة. الإعداد المسبق لأداء المهام وإدارة الوقت بدقة وبدرجة من المسؤولية والاستفادة من التغذية الراجعة عن الإدارات المختصة بالصياغة القانونية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ إن شاء الله المادة تحت الصياغة القانونية. هنبدأ بمفاهيم عامة. طيب، عندنا أول حاجة مفهوم لغة القانون. طيب، يقصد بلغة القانون هي مصطلحات وتعاريف تحدد أهداف القانون وحدوده وكيانه كعلم مستقل. من ناحية لغوية، يندرج تحت مصطلح لغة القانون أساليب مختلفة من الكتابة القانونية. هذا فيما يتعلق بلمحة عامة حول المادة الصياغة القانونية والمقرر أو المواضيع المقررة علينا وأهم المراجع الممكن نرجع عليها وأهداف المادة. حنبدأ إن شاء الله بعدها نخش في هذه الموضوعات بصورة تفصيلية. وأول هذه الموضوعات حنتكلم عن حاجة اسمها مفهوم لغة القانون. ماذا يقصد بلغة القانون أو ما يطلق عليها بلغة علم القانون؟ ويقصد بلغة القانون المصطلحات التي توضح معنى القانون، أو ممكن نقول عليها هي المصطلحات والتعريفات والمفاهيم اللي بقدر أنا من خلالها أفهم القانون، أفهم حدود القانون، أفهم كيان القانون، أفهم أهمية القانون، أفهم وظيفة القانون كعلم مستقل. ومن الناحية اللغوية التطبيقية بيندرج مصطلح لغة القانون يعني تحت مصطلح ما يسمى بمواضيع الكتابة القانونية أو الكتابة التشريعية. والقانون الذي نتلاوت لغته هو ما جرى العرف على تسميته بالقانون الوضعي. وكلنا يا جماعة نعرف أن القانون الوضعي هو مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تكون النظام القانوني الذي يحكم فعلا حياة مجموعة أو جماعة من الناس في مكان معين وزمن معين. هنتكلم عن أنواع لغة القانون، وهي تنقسم لثلاث أنواع.
النوع الأول عندنا اللغة القانونية الأكاديمية، ودي يا جماعة اللغة المستخدمة في المجلات البحثية الأكاديمية القانونية من الكتب المنهجية الخاصة بتدريس القانون. اثنين، لغة القضاء، ودي لغة الأحكام التي تصدرها المحاكم والكتب التي تتناول القضايا القانونية والتقارير القانونية. ثلاثة، لغة التشريع، ودي لغة الوثائق القانونية النمطية مثل القوانين التي تصدر عن المجالس التشريعية واللوائح والدساتير والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بحيث يكون الهدف منها تحديد مجموعة من الالتزامات والواجبات المتعلقة بالقانون. بعد ما عرفنا مفهوم لغة القانون وأنواع لغة القانون والتقسيمات المحددة، نجي نتكلم عن حاجة اسمها مصطلحات علم القانون. نحن يا جماعة نعلم تماما أنه كل علم من العلوم عنده مصطلحات أو مفاهيم معينة تستخدم فيه، وبتكون في لغة مشتركة دائما ما بين أصحاب التخصص الواحد، تكون متداولة ومعروفة ومفهومة بصورة عامة. ومن أهم الحاجات التي يمكن يعني أن يتسلح به صانع الوثيقة القانونية هو الإلمام التام والمعرفة الجيدة والعميقة بهذه المصطلحات القانونية وما تحويه من معاني ومصطلحات محددة لابد من أن تكون معروفة ومعلومة بالنسبة للشخص القانوني. مصطلح الكتابة القانونية بشكل عام بيشير لكل أنواع أو أشكال الكتابة الممكن يقوم بها المشرعون والقضاء والمحامون ورجال القانون، ويشمل ذلك على سبيل المثال الحصر، الدساتير والقوانين واللوائح القانونية والقرارات الإدارية، العقود والقواعد والسكوك والوصايا، صيغ الدعاوى والمذكرات والالتماسات والطلبات القضائية، المقالات الأكاديمية والكتب القانونية المنهجية والتعليقات القانونية. أنواع الكتابة القانونية، عندنا أولا الكتابة القانونية التحليلية، ويمكن الكتابة القانونية التحليلية دي الكتابة اللي بتتبني على التحليل القانوني، يعني بعرض وقائع قانونية معينة وتحديد الأسانيد القانونية ذات الصلة التي تدعم الموضوع محل الخلاف أو المسألة القانونية محل البحث، ويكون فيها استشهاد بالآراء والنصوص القانونية والسوابق القضائية وكل اللوائح المتعلقة بهذا الموضوع. اثنين، الصياغة القانونية، وهي محور دراستنا اللي حنتكلم عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل.